وللنساء الممتنعات عن الزواج من رجل متزوج. هذا غلط، أن تمتنع المرأة من الزواج من رجل متزوج وتبقى أيما، وربما تحرم من الزواج ويرغب عنها الرجال فتبقى، ما دام أن الرجل رجل صالح وكفء لها فإنها تتزوجه ولو كرهت الجوار والضرة، ربما تكره ذلك ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكونها تتزوج وتكون رابعة أربع أحسن من كونها تبقى أيما يمضي وقت من عمرها وشبابها، أو ربما يفوتها الزواج نهائيا، فعليها أن تتزوج إذا جاءها الكفء ولو كان عنده زوجات. نعم، جزاكم الله خيرا.